وزارة التخطيط تؤكد ارتفاع مؤشر التعافي الاقتصادي بمقدار 3 نقاط، ما يعكس متانة الاقتصاد المصري. تواصل فعاليات الملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية في يومه الثاني لدعم التجارة بين الجانبين. والفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد الأمريكي. أخبار المالية والأعمال، أخبار الاقتصاد المحلية والعربية والعالمية، معكم في نشرة اقتصادية مفصلة من النيل، أهلا بكم. نبدأها من وزارة التخطيط التي أعلنت ارتفاع مؤشر التعافي خلال الربع الرابع من العام المالي 2021 بمقدار 3 نقاط، مسجلا 106 نقاط، مرتفعا من 103 في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري وتغلبه على التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 أو كورونا المستجد. وأشارت الوزارة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات. وأضافت الوزارة أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي مسجلا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام للقناة مسجلا 115 نقطة بعد زيادة الطلب عالميا وانتعاش التجارة مرة أخرى. قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في عام 2022 بنسبة 6% مقارنة مع العام السابق عليه 2021. وأضاف في بيان أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل، ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية العابرة من قناة السويس. شارك وزير البترول طارق الملا في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للمناخ والمنعقدة حاليا بمدينة جلاسكو. وأكد الوزير أن مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030. وأوضح الملا أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في مصر، وهو ما تعكسه الزيادة في حجم استهلاكه والتي وصلت إلى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000، ويمثل حاليا 65% من الاستهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000. ترأس وزير النقل كامل الوزير أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة. الوزير أعلن أنه تم تأسيس شركة بالتعاون مع شركة مواصلات مصر لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الداخلي الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال الوزير إنه تم التعاقد على 20 حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتنسيق على إحلال 42 أتوبيسا ضمن البرنامج القومي لتحليل وإحلال المركبات التي مر على صنعها 20 عاما بمركبات حديثة، بالإضافة إلى التعاقد على عدد من الأتوبيسات للتنقل بين محافظات مصر المختلفة. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مراحل تقدم الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجالي تنفيذها بمحافظة القاهرة الآن. وأشار الجزار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع بالتوازي مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لعدد 79 عمارة و18 وحدة تجارية، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن. وشددت الداخلية على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هي دون إلغاء أو توقيع أي غرامات على قائد السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائد السيارات مهلة لمدة 30 يوما لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل. تتواصل فعاليات الملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية في يومه الثاني، حيث يشارك في الملتقى أكثر من 200 شخصية اقتصادية ومالية من المنطقتين الإفريقية والعربية. الملتقى تناول في اليوم الثاني عددا من المحاور، ومن بينها دور مؤسسات التمويل الإقليمية الإفريقية في دعم التجارة العربية الإفريقية ودعم اتفاقية التجارة الحرة في إفريقيا. وتستضيف محافظة البحر الأحمر فعاليات الدورة 24 من المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب، والذي يعقد تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي. هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وجميع دول العالم. فلنتابع المزيد في هذا التقرير. بمشاركة أكثر من 26 دولة عربية وإفريقية، انطلقت بمحافظة البحر الأحمر فعاليات الدورة 24 من المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب، والذي يعقد تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي. نحن نجحنا في اكتساب استثمارات كبرى من الولايات المتحدة الأمريكية لعمل مشروعين ضخمين، مشروع مواذير الشباب والرياضة، مشروع ما إدارة الفنادق. بالإضافة كمان نحن النهاردة بنفعل بروتوكول التعاون اللي تم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإن احنا عملنا على جذب مستثمرين من لبنان واسبانيا ومصر. هيتعمل أول مصنع مواد غذائية صديقة للبيئة، للصحة وللمرأة. المؤتمر الذي حضره اقتصاديون ورجال أعمال أكدوا أن الملتقى يعتبر منصة تجارية واستثمارية هامة بالقارة الإفريقية والتعاون الدولي لفتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري. أول يوم للمؤتمر الإعلان عن مشروعين مهمين جدا. المشروع الأول باستثمارات تقدر ب 1.5 مليار دولار وليس جنيه. هذا المشروع، هذه الشركة تؤسس مشروعات متخصصة في الرياضة والاستثمارات الأخرى. هناك مشروع تم الإعلان عنه بالفعل بين يعني مشروع مصري أسباني في المجال الأغذية والزراعة. دي من خلال أول ساعة عقد فيها هذا المؤتمر. والله هو أغلبية المؤتمرات بتكون فرصة للتواصل، التواصل ما بين المؤسسات اللي لها نفس الهدف، اللي بتشتغل على منظور واحد. النهاردة هو الشباب العربي والإفريقي والاستثمار، فطبعا هو مجال واسع جدا للاستفادة منه. تركز محاور الملتقى حول عدد من الموضوعات التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادية والاستثمارية، من بينها تطوير التعليم والتدريب ومواكبة سوق العمل والمزايا الاستثمارية المقدمة من الدول المشاركة والإجراءات الجمركية المقدمة من مصر للتيسير على عمليات التجارة البينية. بناء جسور تعاون مع دول القارة الإفريقية وزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم، محاور هذا المؤتمر في يومه الأول والذي جاء تماشيا مع رؤية الدولة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من محافظة البحر الأحمر، محمد الخطيب، النيل. إلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي خلال منتصف تعاملات اليوم آخر جلسات هذا الأسبوع، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب قابلتها مشتريات المستثمرين المصريين والعرب. هذا وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 731.8 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت بنحو 1.7 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 تراجع بنسبة 1.72%. أما مؤشر الأسهم المتوسطة اي جي اكس 70 فقد تراجع بنسبة أكبر بلغت 3.3%.
من قيمته. إلى المغرب، حيث قالت وزارة التخطيط إن معدل البطالة في المغرب تراجع قليلا إلى 11.8% في الربع الثالث من العام الجاري المنتهي في سبتمبر، نزولا من 12.7% في الربع المقابل من العام الماضي، مع بدء الاقتصاد في الانتعاش ببطء من أثر جائحة فيروس كوفيد-19. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 5.7% هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 6.3% العام الماضي متأثرا بالجائحة. ومن المغرب إلى اليمن، حيث قال مسؤول بشركة النفط اليمنية الحكومية في عدن إن الشركة رفعت مجددا أسعار وقود السيارات بنحو 22% وسط أزمة خانقة مستمرة منذ أيام في المشتقات النفطية بالمدينة. وذكر المسؤول أن قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى تراجع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1450 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وفي لبنان، ارتفعت أسعار الوقود أيضا بكافة أنواعه تأثرا بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال الأيام الماضية، أيضا بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق خلال الأيام الماضية بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 700 ليرة للدولار الواحد، ليصل متوسط سعر الصرف إلى 20800 ليرة للدولار الواحد. وبدأ منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي تسعير المشتقات البترولية في الأسواق اللبنانية وفقا لسعر صرف الدولار في السوق. أما على صعيد أسعار النفط العالمية، فقد صعدت الأسعار اليوم، بينما يتوقع المستثمرون أن يبقي كبار المنتجين على سياسة الإنتاج متخلين بذلك عن مخاوف سابقة بشأن استئناف المحادثات النووية الإيرانية التي قد تسفر عن تصدير طهران المزيد من النفط. وزاد خام القياس الأوروبي مزيج برنت ب 47 سنتا إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 80.88 دولار للبرميل. أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم مقتفية أثر صعود في وول ستريت، بعدما كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطط لتقليص مشتريات السندات. وارتفع المؤشر نيكاي ب 93%، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بال 1.18% من قيمته. هذا وقد اقتفت الأسهم الأوروبية أيضا وول ستريت والأسهم اليابانية، حيث ارتفعت ارتفاعات قياسية جديدة اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن أشار المركزي الأمريكي إلى أنه سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة على الدولار. وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي بنصف المئة، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة بنصف المئة أيضا، بعد أن فتح على ارتفاع قياسي. هذا وقد أعلن المركزي الأوروبي أنه ليس في عجلة هو الآخر لتجديد السياسة النقدية، وبذلك توجهت الأنظار إلى بنك إنجلترا الذي من المنتظر أن يعلن قراره في غضون ساعة قليلة. هذا وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة من 120 مليار دولار شهريا في الوقت الحالي بمقدار 15 مليارا كل شهر إلى أن تبلغ الصفر. كما أعلن المجلس أن البنك سيقوم بتعديل وتيرة شراء السندات والأصول إذا تغيرت الظروف الاقتصادية. هذا ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و40 مليارا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق
للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الأمريكي. وأخيرا مشاهدينا الكرام، انتهت هذه النشرة بهذا الخبر عن الاحتياطي الفيدرالي، وإليكم تذكير بالعناوين. وزارة التخطيط تؤكد ارتفاع مؤشر التعافي الاقتصادي بمقدار 3 نقاط ما يعكس قوة الاقتصاد المصري. تواصل فعاليات الملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية في يومه الثاني لدعم التجارة بين الجانبين. والفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم. نذكركم بموعد مؤشر النيل في 6:30 بإذن الله تعالى. تابعونا دائما وابقوا في أمان الله. إلى اللقاء.